Hi and welcome to today's episode of Learn Arabic with Transit Station, where we delve into the life and literary contributions of Muhammad al-Maghout, a celebrated Syrian playwright and poet known for his captivating storytelling and poignant observations of society. al-Maghout has left a lasting mark on the world of literature. In this episode, Samer will narrate the fascinating journey of al life, his unique artistic voice and the social and political context that shaped his work. As always, we're trying our best to deliver these podcasts in the spoken dialect of Levantine Arabic. We try to adjust the episodes as much as we can, but sometimes the topic of biographies makes this more difficult because translating it to Amiya might change or lose the meaning completely. So for this reason, you might be reading or hearing more Fusha in this episode. Enjoy! Muhammad al مواليد عام 1934 ولد الشاعر محمد أحمد عيسى المغوط بمدينة السيلمية التابعة لمحافظة حمص السورية نشأ بعيلة كتير فقيرة وكان أبوه فلاح بسيط بيشتغل شغيل بأراضي الناس كل حياته درس أول شيء بالكتاب بعدين انتسب للمدرسة الزراعية بالسالمية، وعمل فيها المرحلة الإعدادية انتقل بعد لدمشق ليدرس في الثانوية الزراعية بالغوطة بس ما كمل دراسته ورجع لمدينة السيلمية دخل محمد الماغوط بعد رجعته للسلميه للحزب السوري القومي الاجتماعي بدون ما يقرا مبادئه بهديك الفتره كان موجود حزبين كبار حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي وكان حزب البعث بعيد عن حاره محمد الماغوط والحزب القومي كان حد بيته وفي دفاية أغرته بالدفا فدخل بهالحزب وانضم لصفوفه ما استمر انتمائه الحزبي لفترة طويلة وسحب عضويته بالستينات بعد ما انسجن وتلاحق بسبب انتمائه بهالفترة اشتغل محمد الماغوط فلاح وبل بدت عليه بوادر موهبته الشعرية بالتفتح ونشر قصيدة بعنوان غادة يافا بمجلة الآداب البيروتية التحق محمد الماغوط بخدمته العسكرية بالجيش وكانت أوائل قصائده النثرية بعنوان لاجئة بين الرمال اللي تم نشره بمجلة الجندي بتاريخ أيار عام 1951 وهي المجلة كان ينشر فيها الشاعر أدونيس وخالد سعيد وسليمان عواد وبعد ما خلص الخدمة العسكرية استقر المغوط بالسيلمية كان اغتيال عدنان المالكي ب 22 نيسان 1955 نقطة تحول بحياة المغوط والسبب اتهام الحزب السوري القومي الاجتماعي باغتياله بهذاك الوقت ولوحق أعضاء الحزب وتم اعتقال كتير منهم وكان المغوط من ضمنهم وتم حبسه بسجن المزة وهنيك ورا القضبان بلشت حياة المغوط الأدبية الحقيقية تعرف خلال سجنه على الشاعر أدونيس اللي كان مسجون بالزنزاني لحدو. باواخر الخمسينات هرب محمد الماغوط لبيروت لانه كان مطلوب بدمشق ودخل لبنان بطريقه غير شرعيه سيرا على الاقدام وهنيك تعرف على الشاعر يوسف الخال اللي احتضنه بمجله شعر بعد ما عرفوا ادونيس على المجموعه ببيروت. هلا ببيروت نشأت بين الماغوط والشاعر بدر شاكر السياب صداقة حميمي يلي صار صديق التسكع مع المغوط على أرصفة بيروت وتعرف هنيك كمان على الشاعرة سنية صالح يلي صارت زوجته بعدين وهي اخت خالدة سعيد زوجة أدونيس وكان سبب التعرف التنافس على جائزة جريدة النهار لأحسن قصيدة نثر رجع الماغوط لدمشق بعد ما صار اسم كبير بعالم الأدب، وصدرت بهالوقت مجموعته الشعرية الأولى بعنوان حزن في ضوء القمر عن طريق دار مجلة الشعر عام ألف وتسعة وخمسين. بعام ألف صدرت مجموعة تانية عن طريق نفس الدار بعنوان غرفة بملايين الجدران توطدت العلاقة بين المغوط وسنية صالح بعد ما اجت لدمشق لتكفي دراستها الجامعية بعام 1961 بعام 1961 دخل المغوط السجن مرة تانية وقضى فيه ثلاث شهور ووقفت سنية صالح وصديقه الحميم زكريا تامر حده خلال فترة السجن تزوج الماغوط من سني صالح بعد ما طلع من السجن وجاب منا بنتين شام وسلاف. بالسبعينات صار محمد المغوط رئيس تحرير مجلة الشرطة ونشر كتير من المقالات الناقدة بصفحته الخاصة من المجلة تحت عنوان الورقة الأخيرة. بحث محمد المغوط عن وسائل تانية للتعبير بحيث تكون أكثر حدي وأكثر تأثير ووضوح فكانت مسرحياته المتوالية مثل ضيعة تشرين وغربة وكاسك يا وطن وشقائق النعمان وغيرها من المسرحيات خير مثال على هالشي خاطب المغوط عامة الناس ببساطة شديدة ومن دون تعقيد كان المغوط واحد من اللي ساهموا بتحديد هويه وطبيعه وتوجه جريده تشرين السوريه بمنتصف السبعينات واشتغل على تطويرها وتناوب مع الكاتب زكريا تامر على كتابه زاويه يوميه تعادل في مواقفها صحيفه كامله. وحصل نفس الحال لما انتقل ليكتب أليس في بلاد العجائب بمجلة المستقبل الأسبوعية. وكان لمشاركاته دور كبير بإنتشار هالمجلة بشكل بارز وشائع بسوريا. خلال الثمانينات سافر الماغوط لدولة الإمارات لإمارة الشارقة تحديداً. واشتغل بشريبة الخليج وأسس مع عيداباي القسم الثقافي بالجريدة واشتغل معه لاحقا الكاتب السوري نواف يونس كانت فترة الثمانينات صعبة وقاسية على الشاعر محمد الماغوط بلشت بوفاة شقيقته ليلى اخته ليلى بعد الولاده عام 1984 بعدين وفاه والده احمد عيسى بال85 وكانت اصعب ضربه تلقاها وفاه زوجته الشاعره سنيه صالح بال85 بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وهو نفس المرض اللي نهى حياه والدتها وبنفس العمر كمان. وكانت مصاريف العلاج على حساب الحكومه السوريه بمشفى بضواحي باريس يلي مضت فيه عشر شهور للعلاج من المرض اللي نهى حياتها عام 1987. كان وفاه امه بسبب نزيف حاد بالمخ، تزوجت بنته شام بنص التسعينات من طبيب سوري مقيم بامريكا. وكمان بنته سلاف المقيمة مع زوجها ببريطانيا تركت هالمآسي المتلاحقة أثر شديد على نفسه وعلى أعماله وكتاباته <applause> بنعد محمد الماغوط واحد من أهم رواد قصيدة النثر في الوطن العربي كتب الخاطرة والقصيدة النثرية والرواية المسرحية وسيناريو المسلسل التلفزيوني مثل حكاية الليل ووين الغلط ووادي المسك كما كتب الفيلم السينمائي مثل الحدود والتقرير وامتاز اسلوبه بالبساطة البراغماتية وميله للحزن كان عنده أعمال تانية كمان مثل الارجوحه وساخون وطني وسياف الزهور وغيرها من الروايات كتب عنه خيو عيسى الماغوط كتاب بعنوان محمد الماغوط رسائل الجوع والخوف بيروي بهالكتاب حكايات كتير عن خيو بتاكد الصوره الشائعه عنه بانه منحاز على الدوام لصفوف الحريه والاحرار بيرافق الكتاب صور فوتوغرافية للمغوط وأفراد عيلته الكتاب بوجه عام عبارة عن مستند بالغ الفائدة لكاتب مسرحي وشاعر بيعتبر الكتار أنه من أبرز شعراء وأدباء سوريا بالنصف الثاني من القرن العشرين أقواله لو كانت الحرية ثلجاً لنمت انا في العراء عمرها ما كانت مشكلتنا مع الله مشكلتنا مع الذين يعتبرون انفسهم بعد الله بدات وحيدا وانتهيت وحيدا كتبت كانسان جريح وليس كصاحب تيار او مدرسه هون بيكون عم بيحكي مع الله بيقول لماذا خلقني وهل كنت أوقزه بثباتي كي يخلقني إنني أعد ملفا ضخما عن العذاب البشري لأرفعه إلى الله فور توقيعه بشفاه الجياع وأهداب المنتصرين ولكن أيها التعساء في كل مكان جل ما أخشاه أن يكون الله أميًا. أنا نبي ولا ينقصني إلا اللحية والعكاز والصحراء. حبك كالإهانة لا ينسى. لم أستطع تدريب إنسان عربي واحد على صعود الباص من الخلف والنزول من الأمام. فكيف بتدريبه على الثورة؟ الجوائز التي نالها جائزة احتضار عام 1958 جائزة جريدة النهار اللبنانية لقصيدة النثر عن ديوانه الأول حزن في ضوء القمر عام 1961 جائزة سعيد عقل وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة من رئيس سوريا بشار الأسد وفي جوائز تاني كمان كتيري وفاته بظهر يوم الاثنين 3 نيسان 2006 رحل محمد المغوط عن عمر ناهز 73 عام بعد تعرضه لجلطه دماغيه ببيته بدمشق بعد ما سبق صراع طويل مع المرض